صباح الخير وميت أهلا وسهلا بالأصحاب، وهي مر علينا كمان أسبوع، وبعرف كان في عنا مغامرة الأسبوعين اللي مضوا مع دكتور توليو سيمونشيني، وكتير من المفاهيم رجعناها حتى نشوف طرق إضافية حتى نتعامل فيها مع الأمراض، بشكل خاص طبعا مرض السرطان. هلا هاي شغلات لسه جايين على فكرة بالطريق بشغلات كتيرة. لسه مبارح كنت عم بحكي مع مجموعة من الأصحاب، فقاعدين نتحدث نقول كيف هلا احنا غطينا جانب الاكل، تنظيف الجسم، نمط الحياه، وهلا دخلنا المهاجمه المباشره للمرض بشكل خاص مع مرض السرطان من خلال طرق توليو سيمونشيني، وجايين على الطريق ان شاء الله اللي هي طرق التعامل مع المرض من خلال النبضات الكهربائيه. هذا عالم تاني لسه لحد الان ما فتحناه مع بعض، فجايين فيه بالطريق. هلا بتجيني كتير شغلات من الصحاب. واحده من الشغلات اللي اجتني اليومين اللي مضوا، واحدة من المقابلات اللي صارت مع عالم اسمه بروس ليبتون، هذا برضو لازم نحكي عليه كتير. في له كتاب كتير مهم هي موجود قدامي اسمه The Biology of Belief، اللي هو بيولوجيا الإيمان، خلينا نقول بالعربي. دائما الترجمة المباشرة للعربي ما بتزبط، لازم نحكيها بطريقة تانية. فالزلمة هذا الكتاب عندي يمكن من 7 سنين ولا 8 سنين إذا مش أكتر. شغله كلياته حتى يشوف الرابط بين العامل النفسي وعامل الفكر، عامل يعني ايش الايمان، الشغلات اللي بنؤمن فيها اللي موجوده جواتنا، وايش انعكاسها الجسدي. هلا بحكي شغلات، هو دخل في علم كان سابع عصره كتير، وبعديه يمكن 20 سنه لفهمه بالضبط شو اللي كان عم بنحكى، اللي هو علم بسموه الابي جينيتكس. هلا ابي معناتها فوق، جينيتكس الجينات بنعرف. هلا ابيجينيتكس معناته احنا هلا عم نحكي صرنا فوق الجينات. طبعا في ناس هلا كتير بتعرف التوجه الطبي انه الجينات بتتحكم فينا، انه كل واحد منولد بجينات معينه، وبتعرفوا هلا في كتير دراسات عم بتصير وفحوصات مخبريه اللي هي فحوصات الجينات تاعتنا، شو الاستعدادات اللي موجوده عندنا وايش المشاكل اللي ممكن تواجهنا الى اخره الى اخره. هاي الامور والناس كتير عم بتخاف من الجينات، لانه على اساس انا بكون مثلا موجود في عندي جين كوليسترول، جين ضغط، جين سرطان، جين كذا كذا هيك هيك هيك، معناته انا بدي اخاف من الموضوع. بروس ليبتون بفرجي بالريسيرش تاعه انه الجينات، تخيلوا، بتتحكم اصلا الامراض اللي احنا بنشوفها اللي هي نتيجة الجينات احصائيا 1% فقط. تخيلوا يعني احنا بنحكي ولا اشي. فعلم الابيجينيتكس بيقول انه احنا بنتحكم بالجينات تاعتنا بناء على الانفايرمنت اللي احنا عايشين فيها. يعني شوفوا هلا بالكتاب تاعه The Biology of Belief، اول اشي لحظة شوي، اوكي، بالكونتنت تاعته بالشابتر الاولى بيقول lessons from the petri dish. البيتري ديش طبعا بتعرفوا، الشابتر 2 هي it's the environment stupid ان المشكلة في الانفايرمنت، في الوسط المحيط، مش في الجينات. فالبيتري ديش اللي هو بنمو فيه البكتيريا او الطفيليات بشكل عام او الكائنات بشكل عام، خلينا نقول بالمختبرات حتى يعملوا التجارب عليها. فلاحظ من خلال دراسته انه العامل الرئيسي المؤثر بالإشي اللي بيصير فيها هو الانفايرمنت، الوسط اللي هو بحطها فيه. طبعا هذا فيه كتير تفاصيل بنحكي فيها بعدين، بس أعطيكم ملخص على الموضوع، لانه كتير حكينا الفترة القريبة اللي مضت على موضوع تأثير انه كيف نهاجم المرض بشكل مباشر. بدنا نرجع نعمل تأكيد مرة تانية على دور الحالة النفسية وعلى دور الافكار اللي موجودة في راسنا، على اساس انه يعني كيف بدنا نعمل تكميل لكل الامور هاي مع بعض. فالانفايرمنت زي ما حكى هلا، البرين، العقل عندنا، المخ، هو اللي بيفرز الكيماويات وبيفرز الهرمونات اللي بتأثر بالجسد. في شغلات كتير مهم نعرفها. هلا جسمنا، هلا ليش بتلاحظوا قديش انا ركزت في الماضي على موضوع السكر والنشويات؟ الانسولين بعطل الجسم كلياته، افراز الانسولين. يعني هلا ليش بقول لك ما تاكل قبل ما تنام؟ لانه اذا اكلت قبل ما انام وخليت جسمي يفرز انسولين، عطلت كل عمليه الريكفري والنمو اللي بتصير خلال الراحه اللي المفروض تكون خلال النوم. عكس الانسولين اللي هو ال HGH اللي هو هرمون النمو، والجسم ما بيفرزه الا في حاله الصيام، لما يكون الجسم يعني لما يكون الجسم مسترخي وصايم ونظيف بيفرز هرمون النمو، بيعمل ريكفري، بيعمل علاج من الامراض، بيعمل نمو، بيعمل كذا كذا كذا. فيعني حتى يعني شوفوا الاودنس هون، كثير في ناس بيحكوا فيها للانترميتنت فاستنج اللي هي الصيام المتقطع. الناس اللي بيلعبوا رياضه إذا بصوموا فترات طويلة وبيأكلوا وجبة واحدة باليوم، بلاحظوا أنه النمو عندهم في الجسم، في الكتلة العضلية، بيكون أحسن بكتير من إذا ضلوا يأكلوا وجبات متقاربة مع بعض.
فهذا كله مربوط بهرمون النمو الـ HGH وشو دوره في يعني علاج الجسم وفي التكبير whatever. المهم الانسولين. فعشان هيك انا طول ما انا عم باكل وعم بفرز انسولين بكون عم بعطل عملية النمو والريكفري اللي موجودة بالجسم، وبشكل خاص طبعا عم نحكي عن السكريات والنشويات وهذا موضوع كثير مهم كمان. فالبرين الهرمونات اللي بتعرفوا كل الهرمونات الموجودة بالجسم بتحكم فيها المخ العقل البرين المخ جسديا. فطول ما احنا افكار والكيماويات اللي بفرزها الدماغ، ايوه انا الكلمه عم دور عليها هي الدماغ هاي، والكيماوي الهرمونات اللي بفرزها الدماغ مربوطه بشكل رئيسي بالافكار اللي موجوده جواتنا. هلا في اشي موجود عندنا اسمه البلاسيبو وفي اشي عندنا اسمه النوسيبو. البلاسيبو اللي هو مثلا واحد خلينا نقول مريض كتير واحنا اللي بيجي الطبيب بقول له خد هاي الحبه هي العلاج تاع المرض تاعك. الحبه بتكون ولا اشي، بتكون nothing يعني بتكون حبة فاضية أو فيها مثلا بودرة أو فيها مثلا ولا إشي. فبيعطيه الحبة هاي، بياخد الحبة وبيشفى من المرض بمجرد إنه آمن إنه أنا رح أشفى من خلال هاي الحبة، عكس اللي هي النوسيبو. وعملوا عليها كتير تجارب خرافية إنه الواحد بيكون ماشي مثلا، بخلوا واحد طالع من الشغل راي طالع من البيت راي على الشغل، بالطريق كل ما يشوفه حدا بروح بحكي له بقول له ييل ليش وجهك أصفر مالك شي، ليش وجهك أصفر مالك شي، وهو رايح من البيت للشغل. بيخلوا مثلا مجموعة كبيرة من الناس يحكوا له هاي الشغلة هو رايح، بس يوصل الشغل بكون مريض فعليا، يعني بكون مريض يعني انه بس لانه الناس حكوا له هو على طريق هاي الشغلة بكون مرض. هذا اللي بسموه النوسيبو اللي هو التأثير السلبي بسبب الأفكار السلبية. هلأ بسوى كتير نحكي انه احصائيا طبيا بشكل عالمي البلاسيبو نسبة نجاحها أعلى من نسبة نجاح الأدوية. يعني تخيلوا إذا في عنا دواء مثلا بيعالج شغلة معينة ونعطيه للناس وبنشوف إحصائيا قديش نسبة الناس اللي تعالجوا، خلينا نقول مثلا تعالجوا 40% 50% من الناس اللي أخذوا هذا الدواء، إذا بنعطيهم حبة فاضية ما فيها إشي وبنعطيهم بنقول لهم هذا هو أحسن علاج للدواء للمرض اللي موجود عندك، نسبة إحصائيا نسبة النجاح جدا عالية، أظن بتتعدى 90%. وحتى عملوها في عمليات جراحية، يعني إذا بتقرأوا على البلاسيبو بتشوفوا هاي الشغلة إنه ناس بكون في عندهم مشكلة بشقوا بس وبرجعوا بيسكروا الجروح بدون ما يعملوا أي إجراء علاجي، بلاقوا إنه نسبة النجاح جدا عالية وفي كتير من الحالات بتكون أعلى من نسبة العمليات. طبعا ما بدي أحكي هيك، شوفوا فوتوا وشوفوا الإحصائيات واقرأوا على الموضوع لأنه عن جد مش طبيعي، رح تتفاجئوا فيه. فالمهم بروس ليبتون تأكيدا على موضوع دور الإيمان على دور الفكر السليم في المقابلة اللي شفت له إياها كان بيحكي مع تنين قاعد، وواحد منهم قال له أنا يعني غيرت نمط حياتي من 25 سنة، ومن وقتها مش عارف إذا 25 سنة بس كان عمره 26 هلا عمره إشي 40. فبقول له إنه من وقتها لهلا ما مرضتش ولا مرة واحدة. قال له بروس ليبتون شو جاوبه؟ قال له شايف، لأنك أنت من لحظتها آمنت إنك ما رح تمرض، مش بس تغيير نمط الحياة، بس أنت بلحظتها آمنت إنك ما رح تمرض وعشان هيك من وقتها لهلا ما مرضت. بحكي شغلة كتير حلوة آخر شيء قبل ما نخش في الموضوع، بحكي شغلة بقول الكايروبراكترز اللي هم الناس اللي بيعملوا تقويم للفقرات، بتعرفوا اللي بيكون مثلا كايروبراكترز هو علاج هوليستيك، بس الاشي الرئيسي فيه اللي هو تقويم الفقرات، بشوفوا انه وين اي سليبس موجود بالعمود الفقري وبالجوينتس وبالامور هيك وبيعالجوها. والكايروبراكترز مع عيالهم مع اطفالهم نادرا جدا احصائيا ما يمرضوا، بينما الدكاترة والناس العاديين والكذا والهيك احصائيا النسبة كتير اعلى. فشمعنا الكايروبراكترز يعني ليش تفوقوا على الناس بهاي الشغلة؟ بس درسوا الموضوع شافوا انه الكايروبراكترز عندهم عادة انه هي ومن وهم صغار وحتى اولادهم وهم صغار بيوصلوا لهم فكرة بيقولوا لهم انه اذا انت مرضت اذا كان عندك مشكلة انت بتقدر تعالج حالك، يعني مش انه انت يعني ما في لزوم تعتمد على حدا، انت عندك القدرة انك تعالج حالك. فهذا فكر بيزرعوه باطفالهم من وهم صغار، بينما الناس العاديين وبالمدارس وكذا وهيك الفكر اللي بنزرعه بالاطفال انه انت بس تمرض روح على الدكتور، فبصفي خلص يعني الواحد في عنده اعتمادية إيمانه اختلف وبالتالي بتصير في عنده المشكلة. ويعني إنه في كتير حديث بالموضوع بس إنه حبيت أعطيكم ملخص على الموضوع حتى نرجع نركز على موضوع قديش دور الفكر والإيمان والأفكار السلبية اللي موجودة عندنا في وجود المرض. فالواحد لما يكون مؤمن 100% إنه مثلا هو رح يزبط الأمور ورح يعتمد على حاله ورح تروح المشكلة من عنده، أول شيء بلاقي الحل هو يعني بضله يدور على بين ما يلاقي الحل، وتاني شيء إيمانه وهرموناته السليمة بتكون هي جزء رئيسي جدا في علاج المرض.
وبتعرفوا قديش ركزنا على التأمل اليومي، قديش ركزنا على اليوغا بشكل يومي وهاي الأمور. ليش؟ لأنه مثل ما حكينا برضو إنه الهرمونات التوتر اللي هي في عنا الإنسولين، عنا النورابينفرين والإبينفرين، وفي عنا الكورتيزول والأدرينالين. طبعا الجسم فورا بينزل ل 50%، يعني كل هرمونات التوتر اللي هي بتوقف المناعة بتنزل ل 50% مجرد ما احنا نعمل تأمل ونعمل مديتيشن ونعمل مثلا يوغا، اللي هي عمليات استرخاء، عمليات سيطرة على ذبذبات الدماغ. تتجاوز ال 15 دقيقة، دائما لازم نتجاوز ال 15 دقيقة، يعني بعد ال 17 بيصير الماجيك، السحر اللي هو وكأنه نكتار هيك نزل في الدماغ، نزل في الجسم. يعني هو النكتار هذا اللي أنا بحكي لكم إياها، يعني الشعور اللي جربها فيكم بيعرف شو هي. بكون أنا جالس وبعمل تأمل، وفي الفيديو العشرين دقيقة اللي حطيته ياريت اللي ما شافوا يشوفوا، وعملوه كل يوم حتشوفوا بعد ثلاثة أيام تغير حياتكم. فبكون جالس ومصفي الفكر وعم بعمل التأمل، بس تمر 15-17 دقيقة. وكيف أنا بعرف؟ لأنه بحط تايمر، يعني بحط تايمر مثلا مدة 20 دقيقة على أساس أنه خلص أعمل التأمل وأكمل يومي بشكل طبيعي. فبعد الخمستاش السبعتاش تقريبا بتلاحظوا كأنه الجسم مرة واحدة زي اللي كأنه حطينا نكتار فيه بيرتخي كلياته، بحس بشعور كتير حلو هيك، بيصير فيه هيك استرخاء زي كأنه نزل مرة واحدة بالجسم كلياته، بكل الجلد بكل هذا. هي هاي اللحظة اللي بتنزل فيها الهرمونات، فجربوها 3 أيام بتشوف شو بيصير. هاي الأمور على فكرة كتير كتير مهمة. طيب كنا عم نحكي، بتعرفوا قبل ما ندخل لأنه دخلنا بأكثر من شغلة، كنا عم نحكي على علم الأعشاب وجون كريستوفر، وصراحة الموضوع كتير موسع، بدنا نشوف كيف أحسن طريقة على أساس ندخل فيه اليوم. هلأ رح أحكي لكم أسماء الأعشاب المصنفة بشكل كامل، وبس حتى نشوف قديش هي كتيرة وقديش مدى شمولها وكيف عملية تصنيفها. بعدين حنمسكهم صنف صنف ونفصل الأعشاب اللي موجودة عندنا في الوطن العربي، تمام، أو الأعشاب البديلة اللي ممكن نستخدمها لكل صنف. طبعا في أعشاب مش موجودة عندنا فبنشتريها على الإنترنت، بس بدنا نفصلهم صنف صنف ونسير على أساس كل واحدة إيش نسوي فيها. جون كريستوفر كمان بيمسك أعضاء الجسم عضو عضو وبيصير يفرجي كيف التعامل مع كل عضو في عملية التنظيف وعملية الديتوكس. أوكي، أنا وعدتكم المرة الماضية إنه أحكي لكم شوية على هاري هوكسي اللي هو كان موجود على وقت جون كريستوفر تقريبا أو قبله، يعني كان جماعته موجودين. وهاري هوكسي تهاجم برضه من واحد اسمه موريس فيشباين، حكيت لكم عليه برضه المرة الماضية، وقصته مع رويال رايف اللي هو عمل علاج لفيروس، هو قال إنه هذا فيروس من أسباب السرطان، أو حكى هو فيروس السرطان. طبعا في أكثر من سبب، وشفنا موضوع الفطريات لما حكينا على دكتور سيمونشيني، وجايين بالحكي أكثر على فكرة. فالمهم موريس فيشباين هاجم رويال رايف، وواحد من الناس كمان اللي هاجبهم بقوة كان هاري هوكسي اللي هو كان بيعالج السرطان من خلال فورميلا عملها، ونسبة النجاح بالعيادة تاعته كانت حوالي 80%. كتير منهم كانوا ناس اللي هو الطب قال لهم ما في شيء نعمله ارجعوا على البيت. فهاري هوكسي اجى عليه موريس فيشباين كمان قال له بدي اشتري الفورميلا اللي موجودة عندك حتى نستفيد منها طبيا. قال له انا ما بدي ابيعها، بس قال له ما بدي ابيعها. طبعا حاربوا وعملوا عليه، يعني بتعرفوا القصة كيف بتصير. وموريس فيشباين اللي ما بعرف مين هو، كان هو ماسك الامريكان ميديكال اسوسيشن جورنال، وبعدين مسك نفس الامريكان ميديكال اسوسيشن، كان واحد من الناس اللي يعني اللي لهم نفوذ طبي جدا كبير في العالم. طيب هلا جون كريستوفر حكى انه مش صدفة انه الفورميلا اللي احنا بنستخدمها لعلاج السرطان هي نفس الفورميلا اللي بيستخدمها هاري هوكسي، ومع انهم ما التقوا مع بعض، صدفت انه عرفوا عن الموضوع بعديها بفتره، يعني التقوا مع بعض، او يعني انه عرف عن الفورميلا تاعته بعديها بفتره واكتشف انه نفس الفورميلا اللي بيستخدمها، يعني مش صدفه الكلام. الفرق الوحيد بيناتهم انه جون كريستوفر كان يستخدم يود طبيعي في الفورميلا تاعته، وهاري هوكسي كان يعمل لوجولز ايودين زي اللي فرجيناه احنا بالفيديو تبع الغدة الدرقية، وحنحكي عليه كمان زيادة لأنه في شغلات مهمة، جاينا فيديو على سرطان الجلد وشغلات شبيهة. طيب الفورميلا تاعته هلأ أول شيء في شغلة من الشغلات اللي كان يستخدمها لسرطان الجلد، كان يستخدم فيها إشي عشبة اسمها البلود روت. البلود روت هي موجودة في مرهم بيسموه البلاك سالف، مستخدم
من زمان زمان زمان، يعني هو علاج تقليدي قديم جدا للوورتس بتعرفوا الحبوب الغريبة اللي بتطلع على الجلد والسرطانات الحميدة والسرطانات طبعا تبعت الجلد. فهو علاج قديم جدا مستخدم. اللي بتعمله هاي العشبة بالإضافة للأمور التانية اللي بحطوها مع البلاك سالف اللي هي بتكون activated charcoal هو الكربون المفعل والمنشط وأكتر من شغلة عشان تمسكه زي الشمع وهيك. وجيم هامبل على فكرة خصوصا في بداية شغله كان يستخدم البلاك سالف مع الدي ام اس او كخليط حتى يحطهم على سرطان الجلد حتى ينتهي السرطان. وكتير في ناس أنا بعرفهم لما جربوا هاي الشغلة كان يقولوا خلال 3-4 أيام يلاحظوا أنه بلش ينشف وبلش يوقع، كانوا يتفاجئوا من النتيجة. هلا البلاك سالف شغلة مهمة نعرفها عنها إنه هي بتسحب من تحت لفوق، والعملية خلال عملية السحب من تحت لفوق خصوصا لما توصل لفوق وزي ما بيقولوا باللغة العامية تقبع بتترك وراها فراغ كبير بالجلد بكون مؤلم، فإنه الواحد ولما يستخدمها بده يكون عارف هذا الشيء. أي شيء خلينا نقول مثلا بكون في سرطان تحت الجلد ببلش أدهن يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، بصير شوي شوي ألاحظ أنه عم بيطلع لفوق بيطلع لفوق بيطلع لفوق، بالأخير بيصير جبل فوق الجلد يعني مثل الجبل، وبيكبر 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 بيصير فوق الجلد هيك، بعدين فجأة بتلاقوه ببلش ينشف، بعدين فجأة بتلاقوه أبع وبس يقبع، وبتعرف كيف شكل البركان بكون في فوهة وتحتها فراغ، بس يقبع هاي الكتلة السرطانية أو الورم اللي كنا عم نعالج فيه بنلاحظ انه تحتيه بيصير فيه هيك حفرة بالجلد، بس هاي الحفرة بتكون نظيفة انه الجلد نظيف، وبعدين الجسم طبعا بيعالجها بيرجع يبني وبترجع طبيعية. بس العملية لانه كتير من الحالات بتكون واسعة مش صغيرة، يعني لو حبة صغيرة مو مشكلة بس مرات بتكون كبيرة، خلينا نقول القطر تاعها ممكن يتعدى الانشين 3. فبالحالات هاي يعني بده الواحد يعرف كيف يتعامل معها لانه بتكون الاجراء مؤلم. طبعا في اجراءات تانية حنحكي فيها في فيديو خاص بسرطان الجلد، بس يعني بتسوى هاي الشغلة لانه بلاد روت كان الشغلات الرئيسية اللي بيستخدمها هاري هوكسي بالسكين كانسر فورميلا اللي كان يستخدمها طيب اوكي، ايش الفورميلا تاعته لهاري هوكسي وتشابهها طبعا مع جون كريستوفر؟ كان يستخدم البوردوك روت. شوفوا كيف هاي الارقطيون موجودة في كل مكان، يعني ده كل الناس اللي بيستخدموها هيبوكريتيز، هاي هاري هوكسي، جون كريستوفر، الكل كان يستخدم الأرقطيون لأنه هي من الأعشاب اللي بسموها الالتراتيفز، بتغير الكونديشن تبع الجسم، بتنظف الجسم، بتنظف يا ربي بتنظف الدم، بتنظف الكبد، مرة طبعا. فالبوردوك روت موجود فيها، الباربري روت موجود فيها، باكثورن بارك لحق الباكثورن، ستيلينجيا روت، بريكلي أش بارك، بوك روت، ليكوريش اللي هو هارستوس. طبعا بتعرف في كتير شغلات مش موجودة عندنا، هي بس بنقدر نشتريها على الانترنت. فإحنا هذا الهدف اللي بدنا نعمله، أول شيء بدنا نذكر كل إشي كل الأعشاب الموجودة، بعدين رح ندخل شو اسمه، بعدين حنمسكهم واحدة واحدة ونشوف إيش البدائل اللي موجودة عندنا وإيش الشغلات اللي موجودة عندنا بالوطن العربي، واللي مش موجود ومهم بنجيبه من برا مو مشكلة. طيب جون كريستوفر قبل ما نحكي اسماء الاعشاب كان يركز كتير في البدايه طبعا على نعرف ايش فيها حكي الاكل السليم، وبشكل خاص الميوكسليس دايت اللي هي بترد لواحد اسمه ارنولد اهريت. هذا واحد من الناس كمان اللي كان في عنده كتير امراض من وهو صغير، ووصل لمرحله انه الدكاتره عملوا له دايجنوسيس انه انكيوربل. هذا طبعا هو اظن انولد سنه 1860 هيك اشي، يعني شغله قديم. فالدكاتره قالوا له انه انت انكيوربل، ما في شيء ممكن تعمله. فبس وصل لمرحلة انه قرب كتير من الفشل الكلوي، وصار في عنده يعني انه كتير انه المشاكل بلشت تتفاقم كتير. فشو لاحظ؟ لاحظ انه اعراض المشكلة، اكتر اعراض عم بلاحظها للمشكلة عنده اللي هي وجود الميوكس اللي هو البلغم، الباس، شو بسموه يا رب، الباس، بتعرفوا الجروح لما يعمل العمل هيك بنسميها احنا بالاردن، ما بعرف الاماكن التانية، للاشي الاصفر اللي بيطلع من الجروح لما كتير يلتهب. فصار يلاحظ انه البلغم، الميوكس والباس انه هم شغلتين رئيسيين عم بلاحظهم لما يكون المرض متفاقم. فقال خليني ابلش اجرب انه امشي على اكل خالي من هاي الامور اشوف شو بيصير. هلا الدكاترة كانوا يعطوه، يقولوا له لازم تاكل مشتقات حليب، لازم تاكل مشتقات حيوانية، كان يعطوه ألبيومين لانه في عنده نقص وكذا وكذا، يعني انه المهم كانوا يعطوه اياهم بهذا الشكل.
فبلش يجرب على الأكل. فبحكي أول شيء بلش يشوف شغلات إنه مثلا إذا بدأ أمشي فيجيتيريان وشاف مشي بالطريق الفيجيتيريان الخاطئ. هلا ممكن أنا أكون فيجيتيريان، ممكن أكون فيجن كمان، وبنفس الوقت يكون أكلي كلياته غلط، من ناحية إنه ممكن أكون أكل 24 ساعة سكر وشوكولاتة وشيبس ونشويات ورز ومعكرونة ومش عارف شو هاي الشغلات، فممكن أكون أنا فيجيتيريان أو فيجن وأكون ماشي كتير غلط، يعني إنه أخبر يعني أودي حالي في داهية زي ما بيقولوا. فشاف الموضوع الفيجيتيريان، لاحظ إنه إن ممكن الواحد يكون ماشي غلط، وممكن الناس إنه برضو الفيجيتيريانز يكون في عندهم مشاكل صحية مثلهم مثل الناس اللي بيأكلوا اللحوم وأمور مثل هيك. ضل يدور أكتر شوي شوي، فقال خليني أجرب. صار يجرب إنه يأكل مثلا فروتس لحالها، إنه فواكه مع خضار. الفروت طبعا الخضار بيسموها فروتس كمان، بفصل بينهم بين الفواكه العادية اللي هي بتحتوي على السكر، بس إنه هي أي إشي بخرج من نبتة عالية خلينا نقول بشكل عام يسمى فروت، يعني الخيار مثلا بيسموه فروت. اوكي طيب، فبلش ياكل فروت لحاله، لاحظ انه صار في تحسن. بس وين المشكله؟ كان يشرب كمان يوميا حليب، لانه الدكاتره قالوا له لازم يكون في عندك البيومن، فلازم يوميا تضلك تشرب حليب. لاحظ انه لا زالت المشكله موجوده، لما شال الحليب راحت المشكله من عنده. فهذا موضوع مهم. هلا ضل يشتغل يشتغل يشتغل. طبعا اول شيء انتبه على دور الصيام في علاج كل مشاكل الجسم وكل، يعني هلا اصلا ميوكاسيس دايت هيلينج فاستينج دايت، اظن اسال انه عندك تبشي مثل هيك، فيها فاستينج فيها دايت فيها ميوكاسيس. ف من الشغلات الرئيسيه اللي كان يعتمد عليها لعلاج المرض اللي هي الصيام. الواحد طبعا لما يصوم بيعطي جسمه المجال انه ينظف حاله. الصيام مع الاكل بتعرفوا، بدي احكي لكم اياها بصراحه. هلا لما الواحد يكون ماشي على اكل خالي من السكر وخالي من النشويات وماشي على اكل صح، هو يعتبر صايم 24 ساعه لانه ما عم بيفرز انسولين. فهلا طبعا كويس انه الواحد يعطي جسمه راحه بين فتره وفتره، يعني هلا الانترميتنت فاستنج، انه انا شخصيا فرضا بشكل رئيسي باكل بين الساعه 2 والساعه 4 وأكلي كلياته بلا استثناء خالي من السكر والنشويات، خلاص جسمي تعود عليها ومشيت على هاي الطريقة. هلأ إذا الواحد جسمه أصلاً ما بيفرز إنسولين بالمرة، يفترض أنه عايش 24 ساعة بحالة الكيتوسيس، اللي هي جسمه عم يعتمد على الدهون المفيدة. طبعاً مش أروح أكل جبنة والجبنة وبتعرف ودهون حيوانية، إنه جسمه عم بيعتمد على الدهون المفيدة اللي بأخذها من البذور، بأخذها من المكسرات، بأخذها من يعني إنه من البذور والمكسرات بشكل رئيسي خلينا نقول، حتى يحرق الطاقة تاعته. وحكينا عليها كتير انه كيف حرقها كتير انظف من حرق السكريات والنشويات، مثل القطار اللي ماشي حرق الكربون فيه بكون كتير كرود، كتير بيطلع دخنة، بينما حرق اللارد الدهون لما ماشي قطار بكون كتير انظف وكتير افشنت اعلى وما بكون في عندي شغلات ضايعة. فالمهم الصيام، كل الحيوانات بالطبيعة لما تمرض بتصوم. هلا الصيام مش بصوم باكلش ولا اشي وانتهى الموضوع، اكيد لانه بدي اشي يغذي الجسم. فانه بعرف كيف اخذ العصائر الخضراء، بعرف كيف اخذ السبيرولينا حبوب لقاح النحل اللي بده. طبعا لما اجي اكل اكل صلب في عندي بعرف كيف اخلط البذور مع الخضار مع الورقيات الى اخره، حتى يكون كل اللي بدخل جسمي شغلات نظيفة. وحكيت لكم قديش تجربة اللي هي التشوينج مضغ الورقيات الخضراء كيف تفوقت على العصير الاخضر، يعني بتجربتي تفوقت عليها بشكل مش طبيعي. انه اجيب ورقيات خضراء تمام برية بشكل خاص، هندي بخبيزة بقلة شو مكان، وبضل امضغ فيها امضغ فيها امضغ فيها واشرب العصير وانا عم بمضغ. هلا في شغلات بتنمضغ كاملة وبتصير سائلة وبتنبلع، يعني مثل الخس مثلا، بس الخس مش اخضر داكن، بدنا شغلات خضراء داكنة. وفي شغلات بمضغ 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 مثلا مثل حشيش القمح، بطلع منه الجوس، بعدين بضل في عندي كتلة الفايبرز السيليولوز، الكتلة اللي بتضل في التم أكيد ما ببلعها لأنه ما رح تنهضم، بروح عادي بشيلها وبكبها. بس عملية المضغ ومزج أنزيمات الفم بالمواد اللي موجودة بالنبتة اللي أنا عم بمضغ فيها والكلوروفيل والشغلات هاي بتزيد فعاليته، بتعمل أكتيفيشن لإله. وفي إشي علم تاني بسموه كمان اللي هو البريبايوتكس، اللي هي الشغلات اللي بتقوي البروبايوتكس الموجودة بالأمعاء، من خلال يعني اللي هي من اهم الشغلات عمليه المضغ السليم ومزج هرمون مزج انزيمات التم بالطعام اللي احنا عم ناكله، فهي اهميه المضغ. طيب وين كنا يا رب؟ كنا عم نحكي على الفاستنج. اوكي لانه هذا كمان برضو موضوع بحد ذاته فيه له تفاصيل. فاللي وصل له
أرنولد إهرت بالميوكسلس دايت بالأخير صار بشكل رئيسي يعتمد أول شيء طبعا على الصيام والأكل. لما يجي يأكل بيعتمد على الفواكه سواء كانت نية أو مطبوخة. عندنا الخضار، شوفوا شو بيحكي، starchless veggies، يعني الخضار الخالية من النشويات. فإذا اعتبرنا البطاطا مثلا خضار، هي مش خضار بس إذا اعتبرنا خضار فهي نشوية جدا. البقوليات مثلا فيها نسبة نشا مش بسيطة، مثل كل البقوليات فيها نسبة نشا مش بسيطة، عشان هيك بنبت البقوليات قبل ما أكلها بكون كتير كتير أحسن. يعني بما معناته أي إشي إذا أكله مريض السكري ورفع السكر عنده بكون بيحتوي على نسبة من النشا أو نسبة من السكر. فستارتشلس فيجيز، هلا هو كان ياخد فروتس فواكه وكان يعملها مطبوخة وكان يعملها نية. أنا شخصيا وهيبوكريتس إنستيتوت وكذا وهيك بتعرفوا يعني منفضل نبعد عن السكر قدر الإمكان، ويكون التوجه أكتر للورق الخضار، يعني الخضار والبذور والمكسرات بنسبة أقل. هلا starchless veggies زي ما حكينا الخضار الخالية من النشا، وموستلي هيك كان يشتغل على mostly green leafy leafy greens اللي هي الورقيات الخضراء الداكنة بشكل خاص، كانت هي الإشي الرئيسي اللي كان يستخدمه. هلا ما بيكفي اكل ورقيات خضراء بدون ما اكل بذور، لانه الفاتس الدهون المفيده بتلزم والزيوت المفيده بتلزمني. فعندي بذور الكتان، بذور حبه البركه، بذور السمسم، شو ما بدكم، الرشاد والشومر والكذا والكذا والكذا. عندنا البذور اللي بيستخدموها الناس التسالي اللي هو بذر القرع، بذر الكوسه، بذر عباد الشمس او دوار الشمس عشان ما يزعلوا بعض الناس. فالدهون والزيوت المفيده كتير مهمة كمكمل. فأنا عندي شغلات الورقيات الخضر اللي بتحتوي على الكلوروفيل، وعندي البذور المفيدة والمكسرات بستخدمها كتسالي بين فترة وفترة، بس مش هي الأساس. الأساس هي البذور طبعا، قبلها السبيرولينا والكلوريلا كمغذيات مهمين كتير للي بقدر يوفرهم، وعارفين حكينا كتير بهاي الشغلات. فجون كريستوفر، رجعنا هلا للموضوع. جون كريستوفر كان يركز كتير على موضوع إنه شو اسمه، انه اول شيء بدنا يكون في عنا ميوكسلس دايت. حكينا المرات الماضيه كمان على الريسكيو ثيرابي تاعته اللي هي كان يعالج فيها، او لا مش ريسكيو ثيرابي، ربي الريسكيو ثيرابي هي تاعت ادوارد باخ تبع العلاج بالازهار، شو اسمها، انكيوربلز، كيورينج ذا انكيوربلز، البروتوكول تاعه اللي هو بيحتوي على كل الجوانب وشرحناها في الحلقه الاولى اظن بشكل كامل، منها الأكل، منها الأعشاب الرئيسية اللي الواحد بياخدها على شكل شاي، منها الكبسولات اللي بياخدها، منها التنفس، منها حتى الأواعي السليمة، إنه نطلع للستاتيك إلكتريسيتي، إنه نقرض حالنا لما نمشي على الأرض، الشمس قديش مهمة، المساج، الريفلكسولوجي، كذا كذا كذا. يعني هي مجموعة شغلات كتير مهمة اللي هي الكيورينج ذا انكيوربلز، ومنها اللي هي الميوكسلس دايت، إنه الأكل تاعي يكون خالي من الأمور اللي ممكن تعمل ميوكس، ممكن تعمل بلغم بالجسم وباس اللي هو العمل. طبعا من أكتر الشغلات اللي بتعمل هاي الأمور إحنا عارفين، أول شيء مشتقات الحليب، تاني شيء طبعا مشتقات الحليب، اللحوم بشكل عام، الخبز، النشويات، السكريات، هاي الشغلات كلياتها بتساهم في عمل هاي الأمور. ويعني طبعا كل هاي الأمور بتساهم إن الواحد يصير في عنده إمساك، يصير في عنده، لأنه كثرة البلغم بالجسم والهاي الأمور كلياتها بتسوي هاي الشغلة، يعني عارفين القصة. فعموما رح نحكي أسماء الأعشاب هلا كتصنيفات وبعدين نصنفهم واحدة واحدة. هلا في عنا شغلتين لازم نسويهم. أول شيء لازم نمسك عضو عضو مثل ما كان يشتغل فيهم جون كريستوفر ونفسر كيف كل عضو إيش الأعشاب الخاصة فيه وعملية تنظيفه، هي واحد. واثنين لازم نصنف الأعشاب لتصنيف مختلفة، نحكي كل الأعشاب وبعدين نمسكهم عشبة عشبة ونشوف إيش البدائل الموجودة والشغلات الموجودة بالوطن العربي حتى نقدر نستخدمهم بشكل سليم. طبعا في تفاصيل تانية اللي هي كيف طريقة التحضير السليمة للأعشاب، لأنه هلا في تحضير الأعشاب بيتم بثلاث طرق أو بكتير طرق. هلأ في منها مثلا عملية التسخين زي لما نيجي نعمل شاي، في منها لما ننقعها بالمي منطلع مواد معينة، في منها لما ننقعها بزيت منطلع مواد تانية، في منها لما ننقعها بكحول برضو منطلع مواد ثالثة. يعني عملية نقع الأعشاب في كل مادة من المواد الثلاثة هدول بتطلع أشياء مختلفة وإلها استخدامات مختلفة. فهاي الشغلات كلها طبعا جدا مهمة. حلو كتير بصراحة، يعني شوف كيف احنا هلا بدنا نحاول انه نحيط بعلم الاعشاب بشكل كامل، وهذا كلياته من وجهة النظر الغربية. لسه في عنا وجهة النظر الشرقية اللي هي الطب العربي برضو والطب النبوي، هاي لسه اكيد يعني عالم خاص لحاله. طيب الاعشاب،
أول شيء في عنا إشي اللي بسموه الـ alternatives، تمام؟ هلا الـ alternatives اللي هي رح أقرأ لكم أنا الأعشاب مثل ما هي موجودة عندي. الإشي اللي بنعرفه بالعربي بنحكيه بسرعة، بس إنه بدنا نذكرها كلياتها ورا بعض، بس هيك حتى يكون عندنا فكرة عن مدى يعني قديش الموضوع واسع وقديش في شغلات مهمة عندنا. So the alternatives اللي هي the agents which tend to gradually alter a condition، يعني الأعشاب اللي بتغير المرض أو الكونديشن اللي موجود فيه الجسم شوي شوي، يعني بيكون في عندي مرض بتبلش شوي شوي بتدريجيا تحسن المرض. وتذكروا حكينا المرة الماضية بالبروتوكول تبع جون كريستوفر إنه كان يربي 6 أشهر حتى لازم أعطي الموضوع 6 أشهر وأنا ماشي على البروتوكول حتى أصل للنتيجة، مش بيوم وليلة. فبيصير في عندي تنظيف، يعني كتير في أعشاب، إحدى الأعشاب اللي بستخدمها الرئيسية جدا طبعا اللي هي عشبة اللوبيليا. اللوبيليا بقول لك عشبة ذكية، يعني إنه thinking herb، يعني مش إنه يعني تخيلوا في حالة بيحكي من الحالات اللي بيحكيها بقول انه كان في واحد عنده مشكلة، اظن مش عارف كان في ورم او شغلة معينة، بس انه وكأنه كان الورم، مش متذكر التفاصيل 100%، بس وكأنه الورم كان موجود في منطقة حرجة جدا لدرجة انه جراحيا اذا بيعملوا العملية في خطورة جدا، يمكن كانت على العمود الفقري وإشي مثل هيك. فالمهم بلش اجوا عليه قالوا له مش عارفين شو نساوي كذا كذا، هذا اللي عم بيصير. فقالوا له شو نعمل؟ قالهم لوبيليا. اللوبيليا في كتير ناس بيقولوا ما بيصير تاخدها بكمية كبيرة لأنه خطيرة وكذا وهيك، جون كريستوفر بقول خد لوبيليا قد ما بدك، تمام؟ وحتى الأطفال الصغار بيقدروا ياخدوا اللوبيليا. هلأ ممكن الواحد بس ياخدها أولها يحس حاله وكأنه حالته بتسوء لأنه بتكون بتعمل عملية تنظيف، بس بقول لك يعني هذا كلام جون كريستوفر طبعا مش كلامي، بقول إنه لوبيليا can never hurt anyone، مش رح تأذي ولا أي إنسان لأنها thinking herb، بتعرف كيف تتصرف جوا الجسم يعني وكأنها بتفكر. فهذا اللي كان عنده المشكلة، فراحوا عليه قالوا له، قالهم لوبيليا وبلشوا يعطوا لوبيليا. ولك اللي صار معه إشي، الأطباء قالوا هاي معجزة، كيف صار هذا الكلام؟ ولك الورم اللي كان موجود أو المشكلة اللي كانت موجودة بتعرف كيف الزجزاج صارت تتحرك، يعني كيف لما يكون في عندي متاهة وأنا بحرك شيء جوا المتاهة صارت تتحرك بطريقة شوي شوي تبعد، يعني انه كل ما توصل لمكان فيه خطورة تروح تتحرك عنه شوي 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 لطلعت لمنطقة في الظهر وطلعت من الظهر، يعني عرفت تتحرك شوي شوي اوكي وبطريقة آمنة للجسم عبين ما طلعت. وهي انا على فكرة شفتها مع ناس كمان، انه لما يكون مثلا في عندهم نسبة خلينا نقول مثلا فضلات وبلغم كتير موجودة بالجسم بتلاحظوا انه عن جد انه بتصير تطلع لهم شغلات لما بياخدوا الاعشاب اللي بتنظف هاي، بتصير تطلع بتصير شوي شوي تتحرك جوا الجسم وبتلاقوها بتطلع من اماكن ما واحد مستحيل يتخيلها، يعني مثلا مقشعات البلغم لما الواحد ياخدها بتعرفه المفروض انه يسعل ويصير يطلع يطلع البلغم مع السلعة، وفي ناس بكون السلعة سوري فبتكون في ناس بكون في عندهم نسبة بلغم كتير كبيرة لدرجة إن إذا بتعطوهم مقشعات بنخنقوا، يعني ما بقدروا يطلعوها. هلأ في ناس لما ياخدوا هذه الأعشاب شو اللي بيصير معاهم؟ بيصير هذا البلغم الزيادة اللي موجود بالجسم بيصير يتحرك، ونفس الشيء بيفتح فتح وبيفتح بالظاهر وبيصير يطلع منها. فالأعشاب سبحان الله كيف إنه يعني لانه احنا عم ناخد شيء طبيعي مش اشي انت يعني مش اشي خارجي بتدخل بشكل غير طبيعي، فانه نشوف كيف طريقة تصرف الجسم يعني بيكون بتكافل هوليستيك. هذا موضوع كتير مهم. طيب اسمعوا عندي الليستة كتير طويلة، فواضح جدا انه اذا بدي اقرأ هلأ اسماء الاعشاب يمكن بدي نص ساعة على قدام، فراح احكي لكم التصنيفات والمرة الجاية بنرجع من عيد التصنيفات ومنحكي اسماء الاعشاب ومنكمل بعديها على منبلش بتنظيف الجسم. هلا جون كريستوفر اول شيء ببلش بالجهاز الهضمي، بعدها بدخل لتنظيف الدم، فانه رح نمشي فيهم واحده واحده، نمشي فيهم عضو عضو بعد سوري بعد ما نحكي موضوع الاعشاب. عم بقوح على فكره ليش؟ لان قبل شوي لسه عملت نوتيلا، بتعرف النوتيلا عملتها صار لي فتره مدمن عليها عم بسويها، طبعا بعملها انا راح احط لكم الوصفه حتى تشوفوا كيف تسووها مباشره من البندق، بحط عليها ستيفيا التحليه وبحط عليها كاكاو طبعا، وبضل اهرسها على شو اسمه على المطحنه تحت الخلاط لحد ما تصير نوتيلا العادي، يعني كانها بتصير سائله، بتدهنوها زي اذا بدكم تعملوا مثلا بسكوت من اللوز كذا هيك، يعني اشي كتير كتير طيب. فالظاهر في شويه بندق في حلقي عم بضل كل شوي برجع بسكر للوضع. طيب anyway الاعشاب التصنيفات اللي موجوده عندنا، اول شيء الالتيرناتيفز
اللي هي الايجنتس which tend to gradually alter a condition، اللي هي الاعشاب اللي بتبلش تحسن تدريجيا المشكله شوي شوي من خلال تنظيف الجسم. انتلمينتكس او سوري انتلمينتكس اللي هي medicines capable of destroying or expelling worms، اللي هي الاعشاب او الشغلات اللي بنستخدمها اللي بتطلع الديدان اللي موجوده في الجهاز الهضمي. astringents temporarily tightens contracts or increase the firmness of the skin، اللي هي الاعشاب والشغلات اللي بتشد الجلد، ممكن نستخدمها لكتير شغلات سواء خارجيه او داخليه او حتى عمليه غرغره، في لها كتير استخدامات بهاي الشغله اللي هي اشياء بتشد. bitter tonics bitter tonics شغلات مره are used for temporary loss of appetite، اللي هي بترفع الشهيه للناس اللي عندهم فقدين الشهيه. Bland dietics, dietic botanicals. Bland dietic botanicals generally non-stimulating, non-irritating, easily digestive, nutritive botanicals. اللي هي الأعشاب اللي بقدر بشكل عام أكل منها شو ما بدي لأنه هي غذائية بشكل أساسي. فقد ما بأكل منها شو بتحكي؟ غذائية بشكل رئيسي. فإنه مش مثل الأعشاب العلاجية إنه إذا بأكل بأخذ منها كمية كبيرة ممكن تضرني، قد ما بأكل منها ما في عندي مشكلة. طيب 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 طبعا كل واحدة فيهم عبارة عن مجموعة كبيرة من الأعشاب. calmatives اللي هي agents used for their mild calming effect، الأعشاب اللي بتهدي زي الواحد اللي بده يهدي حاله بده ينام في عنده أرق في عنده كذا هاي الشغلات. okay carminatives and aromatics اللي هي okay substances of a fragrant smell which produce upon the organs of taste a peculiar sensation of warmth and pungency and occasion occasion when رحت when swallowed اللي هو كاتب occasion بس هي لازم occasionally تكون when swallowed a corresponding impulse upon the stomach. يعني هي شوف الأعشاب اللي إلها رائحة خلينا نقول طعمة زي الشغلات اللي بنستخدمها إحنا للبهارات، منفصلهم طبعا واحدة واحدة. طيب cathartics agents which produce evacuation from the bowels by their action on the alimentary canal، اللي هي الأعشاب اللي بتعمل عملية بتساعد في الإخراج، خلينا نقول إنه الواحد بيكون عنده إمساك أو إنه الجهاز الهضمي مش ماشي بشكل سليم، فالأعشاب اللي بتساعدني إنه تمشي الأمور هاي بشكل طبيعي. طيب وين صرنا؟ demulcents substances usually of mucilaginous and bland nature، اللي هي الشغلات اللي في إلها نوع من الـ زي الـ هلامي بالضبط، يعني كيف بذور الكتان، بذور الشيا، كيف يربي شو اسمها البامية، هاي الشغلات اللي بكون في إلها بتكون هلامية، طبيعتها هلامية وفي إلها استخدامات طبعا أكيد راح نفصلها كلياتها. شوف قديش التصنيفات لسه وكل واحد على فكرة عم بقلب صفحات من كتر ما في أعشاب. diaphoretics are agents which tend to increase perspiration، الأعشاب اللي بتساعد عملية التعرق يعني بتطلع السموم من الجسم خلينا نقول. اوكي diuretics الأعشاب والشغلات اللي هي بتزيد عملية التبول يعني انه بتنظف الكلى خلينا نقول وبتطلع بتساعد في تطلع الحصوات والشغلات هاي كلها. emollients agents generally of oily and mucilaginous nature، يعني شغلات برضو انه زيتية وإلها طابع هلامي. used externally for their softening supple or soothing qualities، هون عم بحكي عن بعض الشغلات اللي هي كمان بتستخدم خارجيا. expectorants expectorants اللي هي agents used for to induce expulsion or loosen film of the ليش شكل الخليل of the mucous membranes of the الكتاب اللي معي كتير قديم على فكرة هيك خطوطه غريبة membranes of the bronchial and nasal passages، يعني هي اللي بسموها بالعربي أو الطبية بسموها المقشعات، الأعشاب اللي هي بتطلع البلغم من الجهاز التنفسي ويعني بتحلحل اللي بكون خلينا نقول البلغم اللي موجود وشوي شوي بتخلي الواحد يطلعه، ممكن يطلع الواحد من خلال السعال وممكن الواحد يطلعه زي ما حكينا الجسم بيعرف يسحبه لأماكن تانية ويطلعه من خلالها. nervines اللي هي nervines or relaxants اللي هي agents which tend to relax temporarily، اللي هي الشغلات المهدئة كمان، بس هاي هنا بيحكي على الأعصاب بشكل خاص. عكسها في عندنا شوف قديش في شغلات، عكسها في عندنا nerve stimulants
اللي هي besides the following. اوكي المهم في انه مجموعة الاعشاب اللي هي منشطة للاعصاب. refrigerants اللي هي cooling beverages اللي هي بشكل عام نستخدمها اللي يعني هو بيقول cooling beverages اللي هي الشغلات اللي بتبرد الجسم. sedatives okay often used by women for the usual minor discomforts incidental to impending menstruation. يعني هدول بيستخدموهم الستات بشكل خاص لما يكون في عندهم مشاكل في الدورة. stimulants قديش شغلات المنشطات. شوفوا أول شيء حكى على النيرف stimulants, هلا حكى على المنشطات بشكل عام. stimulants serve to quicken or increase various functional action of the system. يعني يعني هون كمثال لأنه بنعرفه كتير عن الكيان اللي حكينا عنه أكتر من مرة, عن الجينجر اللي هو الزنجبيل اللي هي الشغلات اللي هي بشكل عام منشطة للجسم مش بالضرورة منشطة للأعصاب زي القهوة مثلا. فيا استيميلنت منشطات بشكل عام. طبعا كل واحدة هون في عندي قائمة كبيرة جدا من الأعشاب يعني حنحكيها كلها المرة الجاي, بس بعد ما نحكيها شو اسمه حنشوف شو الشغلات العربية اللي موجودة عندنا بالوطن العربي حتى نسهل علينا, واللي مش موجود نجيب من برا مو مشكلة. vulnerary an application for minor external wounds, الشغلات اللي هي بنحطها على الجروح لما كنت في عندنا جروح, ايش الشغلات اللي بتطهر هذه الجروح. اوكي سو هدول هم التصنيفات اللي موجودين. شوفوا كم تصنيف صار موجود, يعني يمكن المره الجاي يا دوب نخلص التصنيفات, ولانه رح نحكي كل تصنيف رح نحكي الاعشاب اللي موجوده بهذا التصنيف ايش الشغلات اللي بسرعه بنقدر نحكيها بالعربي, وبعدين حنفصلها كل واحدة لحالها. اوكي هاي بصراحه رح نخلص السنه الجاي اذا مشينا بالطريقه هاي, اذا مسكنا كل واحدة فيهم وبدنا نفصل الاعشاب والشغلات, يعني انه كل تصنيف مع اعشابه ومع تصنيفاته مع الشغلات الموجوده بالوطن العربي مع كيفيه استخدامها. الله يستر. طبعا لسه بعدين هنا كيف طريقه عمل الانفيوجنز الديكوكشنز الطرق المختلفه اللي هي من خلالها بنعمل الاعشاب. بعدين في عندنا المينرالز, شوفوا كيف عندي المغنيسيوم الكالسيوم كل المينرالز وين موجوده وكيف طريقه استخدامها, الفيتامينات وين موجوده وكيف طريقه استخدامها, انواع الشاي اللي ممكن نعملها وش طرق استخدامها. يعني ما شاء الله انه علم واسع جدا. الحلو في الموضوع انه هنا احنا حنكون سكرنا موضوع علم الاعشاب بشكل عام, فبتخيل رح نضل ماشيين فيه ما رح نتركه عبين ما نخلصه كلياته. بس بيناتهم يعني لما كنت في عنا حلقات استثنائية زي كيف صار معنا المرة الماضية لدكتور سيمونشيني والمرة اللي قبليها مع علياء, لما يكون في عنا شغلات استثنائية بنحطها وبعدين نرجع بنكمل لانه الموضوع كتير طويل, فاذا عملناه كله ورا بعضه يمكن ناخد سنة كاملة. والله كتير حلو. عموما ارجعوا بليز لشي اسمه الكيورينج ذا انكيوربلز اللي عملناه بالحلقة الأولى والحلقة الثانية عن جون كريستوفر, فارجعوا لهذا البروتوكول راجعوه لأنه مهم كتير كمان في علاج الأمراض, وحكينا فيه الأعشاب الرئيسية اللي لازم نستخدمها لما نكون نعالج مرض معين. شفنا كيف مش جون كريستوفر لحاله بيشتغل بهاي الشغلات, كيف مثلا هاري هوكسي واحد من أهم الناس اللي كان يعالج السرطان كان يشتغل بنفس الأعشاب اللي كان يشتغل فيها مع أنهم ما التقوا مع بعض. وبرضه برجع بركز دائما 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 بدكم هلا الناس اللي الله يشفيهم والله يشفي الجميع ويحمي الجميع اللي عندهم مرض السرطان, بدكم هلا تشوفوا حلقات ستوليو سيمونشيني ومع تنظيف الجسم ومع الأعشاب ومع كل إشي, بدكم تدرسوا البروتوكول حتى نشوف إنه كيف نهاجم الأورام بشكل مباشر. لأنه من التجربة الحمد لله رب العالمين في كتير من الناس بيشفوا حتى من مراحل متقدمة ومتأخرة جدا, ولكن حتى نسيطر على الموضوع بشكل كامل لابد نوصل للأورام بشكل مباشر من خلال أنابيب القسطرة, من خلال الحقن, من خلال الحقن بالوريد بمختلف الطرق, من خلال القسطرة اللي موجودة مثلا إذا كان ممكن تكون بالقولون ممكن تكون باليوريثرا حسب نوع السرطان اللي موجود. فأدرسوا الموضوع منيح, أعطوه اهتمام جدا لأنه جزء مكمل أساسي جدا في العلاج. وأوريدي صار في عنا ناس عم بحطوا بالكومنتس وعم بحطوا بالكذا وعم بيحكوا على تجاربهم في الموضوع وقديش كانت التجارب يعني رائعة, وناس كانوا في مراحل متقدمة جدا وكانوا كتير تعبانين, ومن البداية العلاج بطريقة سيمونشيني كربونات الصوديوم كانوا يشوفوا فروقات هائلة بسرعة كبيرة كتير, يعني إنه يصحى المريض يصير يتحسن صحته يرتاح إلى آخره. فيس هاي هي بالنسبة لليوم. المرة الجاية بنبلش على التصنيفات وبنحكي أسماء كل الأعشاب, نحاول نحكي الشغلات اللي بالعربي اللي موجودة, ومن هناك بننطلق إن شاء الله. فشكرا دائما للي عم بسمع والله يحمي الكل, وتنسوش العشرين دقيقة تاعت اليوغا, تنسوش اليوغا, تنسوش الفيديوهات الفايبريشنز اللي حطيتهم اللي هي الواحد ممكن يعملها حتى تسهل عليه اللي هو النوم الجنوب شمال تقدروا ترجعوا له. ويا الله يحمي الكل ونشوفكم إن شاء الله
بإذن الله الأسبوع الجاي.